كلكلة كلكلة كلكلة. ويحتاج ويحاول ينمي الدورات هذا ويحاول يوضح أداء هذا كيف ويحاول بيطلع المسرح وهو مشتت تماما فبيقدم دوره وصعوبة لأنه يحمل نفسه ويحمل دوره ويحمل الدور الآخر ويحمل فكرة القبل والمخرج وفي الأخير يتفاجأ أنه بيقيم الفكرة. فهل نحن جينا كمؤلفين ولا جينا كممثلين؟ يعني هنا اريد ان بحيث انه اذا قدمنا اذا قدمنا للمسرح نقدم واحنا عارفين ايش يعني ايش الموضوع لانه من خلال ما بتكون انه الفكره اذا كانت فكره ممتازه فكيف حيكون وضعنا يعني؟ طبعا الفكره يا ابو هشام نحط فيها حتى الرساله اللي انت بتقدمها اذا انا فهمت سؤالك. يعني أنا اللي فهمته انك انت كانك تقول ان الفكره ما لنا علاقه فيها. ليش نقيم عليه؟ ولا لا؟ او انه جهد على احد الممثلين انه يكون اللي يعمل الفكره. طيب بقول لك شغله، هو غالبا يقول لك اللي تغلب به العب به. انتم في منافسه تمام؟ في مسابقه. صح ان التنافس ما شاء الله تبارك الله يعني بينكم انا اشوفه كذا انه شريف والله يديم الالفه اللي بينكم. لكنه هذا معروف في اي في اي عرض المفروض ان الشخص ما يشتت نفسه. يعني انا اعرف انه مثلا احدكم في الديو دراما كان هو المخرج مثلا، لا تتحرك كذا تحرك كذا اكيد، وحنا يمكن نعرف ان هذا هو اللي كان المخرج او هو اللي مثلا صاحب الفكره او هذا، لكنه بشكل عام المفروض انه يكون في موازنه. يعني نصيحتي انا لك، هو اكيد الافكار منكم، فنصيحتي ان الشخص اللي هذا يحاول انه يوزن الامور، يعني ما يضحي بشيء على شيء ثاني. عرفت اللي اقصده؟ قلنا ترى شوف انا اتكلم معك بصراحه، وهذه دائما اي مسرحي يستمر في الاداء المسرحي وفي التمثيل وفي الوسط المسرحي لابد انه يضحي. يعني فعلا هذا خاصه في عندنا في السعوديه لابد انه يضحي. ليه؟ لانه ما في ذيك صناعه مسرح اللي تقول موجوده صناعه، بحيث انه انا لما اجي انا مؤلف، ما لي علاقه في الفريق وش تلبس وش تسوي وش. يعني احنا مثلا في تجربتنا في جامعه الملك سعود، يعني انا المخرج وانا اللي اعيد صياغه النص وانا اللي اسوي اصمم الديكور وينفذ، طبعا ينفذه مهندس الديكور، وانا بعد اللي الملابس، بل انه في بعض الاحيان انا اللي اشتري الملابس، وانا اللي ادفع بعض الاحيان الاكسسوارات، وانا اللي بعض الاحيان اذا فيه ممثل، يعني يمكن يذكر سيد بعض الاحيان تدخل مع الممثل في امور اجتماعيه، يعني بعض الاحيان تدفع الممثل حق الموزين عشان يجي. ليه؟ لانه يحب المسرح وودي يجي، بس مثلا وضعه ما يسمح مثلا عشان تنجح الفكره، تقدم له بالضبط تشتي توضع له وتشتي هذا وتدير له التوله وتدير له التور هذا وتدير له هم داخلنا بالضبط. يعني اذا كان على الفكره فانا ليش اتعب نفسي؟ يعني صح ولا انا رضا؟ انا قد اتصل علي انا حتى قد اتصل علي ما حتى شيء الموضوع انت لا انا اقول لك شوف الفكره انا وجهه نظري لابد ان انت لما تقدم لابد انك تقدم فكره رساله، فكرتك لابد انك تقيم عليها. يعني لما تقدم فكره قويه المفروض اي بالضبط، فلذلك هي احد الامور. لكن الموضوع انك تجهد، انا اعرف انه مثلا البرنامج طويل ويمكن ما يكون في وقت البروفات وعنده عليكم ضغط، وانا والله مقدر الشيء هذا، بس انه يعني هذا البرنامج ونصيحتي لكم انه انتم الممثل المسرحي غالبا المسرحي يعني لما يكون ممثل مسرحي غالبا يكون على مستوى جيد من الثقافه، على مستوى جيد من الوعي، على مستوى جيد من النضج الفكري، يعني يعرف يوزن الامور اللي من اهمها عرضه او الشو اللي بيقدمه. معي ابو هشام؟ معي. لكن زي ما اقول دائما احنا نعطي راي يحتمل الخطا والصواب، راي بشري مهما كان. طيب نورنا اليوم حبيبنا. الله يطول عمره. الهاشتاج ما شاء الله تبارك الله يثنون عليك ويقولوا ما عرفناه متعودين بالثوب. الله
احنا ما عرفنا انا ما عرفت نفسي انا بدي اطلع من جو انا اقول للشباب ترى ماني انا مش عايز واحد ثاني انا مار اه المشكله جاي يتحدى يبغى يبارين وكوره ما شاء الله طيب حبيبي انا بتدخل بعد اذنك الشباب اللي ما عنده فكره يشعر انها ممكن تعمل فارق في يوم ستارة كلكلة هل هناك إشكالية لو لجأ لأي واحد من الناس المفكر اللي ممكن تعطيه ما في إشكالية أبدا طيب هو وليد بالنسبة لنا احنا كلدنا ما راح نقول من وين جبت الفكرة بالعكس يمكن يذكر الشباب اللي شاركوا معنا في البرامج السابقة كنا لما شفنا المستوى شوي في التمثيل قلنا يا شباب استعينوا يعني كلموا لك علاقة مثلا الشباب اذكر مثلا كان مع جمعية الثقافة الفن في الطائف مثلا الشباب في الطائف يعني من افضل الفرق اللي قدمت تجربة مسرحية تعتبر ناضجة وثرية فلما استعانوا فيهم لاحظنا الشيء هذا اول سؤال سألنا يمكن يذكر سليم انه من اللي اخرج لكم المشهد ومن اللي كتب لكم على طول يعني كان الرد واضح مثلا نص ابو هشام اللي قدمه في المونودراما كان نص رائع جدا يعني للامانه وحرصت اني اشوفه مره ثانيه يعني نص ثري جدا فيه جريء فيه مستوى يعني من البلاغه من الاثراء الادبي واللغوي وفيه معاني قويه جدا 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 لكنه انا كانت ملاحظتي يمكن قلتها لابو هشام ويمكن هو ايدني عليها انه النص مش مونودراما فاحنا ما بالعكس اللي تغلب اهم شيء انه وهذا يعني ايثيكالي او اخلاقيا المفروض لما تقتبس شيء او تجيب شيء ما تنسبه لنفسك يعني احنا نطلع نشوف مثلا عروض وكذا بعض الأحيان أشوف أنا عرض وأعرف إن الشباب ماخذين من عرض أجنبي مثلاً أو شغلة أجنبية أو شغلة عربية فهذه بالنسبة لنا تؤخذ في التقييم يعني بصراحة ما راح تكون زي واحد جاب فكرة جديدة الشغلة الثانية لما تستعين أدبياً لما تستعين بشخص المفروض إنك تذكر إنه مثلاً النص هذا لفلان أو على الأقل ما تنسبه لنفسك لما تسأل تقول إنه من الجهة الفلانية أو مصدر الجهة الفلانية أنا ترى ودي أسمع منكم أكثر من إني أتكلم. طيب يا أبو مسفر فيها بس عشان نفيد ونستفيد يعني المونودراما يعني إلى الآن فكرة المونودراما ما وصلت حقيقة يعني طريقة أدائها طريقة عرضها طريقتها في المسرح. المونودراما شف أنا المشكلة إني ناسي العروض اللي قدمت. لكنه اي عرض من العروض اللي قدمتوها ما كان فيه المونولوج الانتقال من شخصيه لشخصيه هذا مونودراما مثلا حركه البشت حقت هذه حركه هل انت مثلت دور الشايب وبوك لا ما مثلت اذا مونودراما انا اذكر في الـ في الـ في الـ في الورقه اللي قيمنا فيها كنت انا حاط علامات على المونودراما والمونولوج لكني ناسيها بصراحه بس اذكر انها طبعا عبد الرحيم ما كان مونودراما كان مونولوج ابو هشام كذلك مونولوج انا مونولوج بعد مونولوج برضو طيب اي شخص مثل دورين في الشحاح مونولوج انت مونودراما لان الشخصيه الثانيه انا كنت اتوقع انها شخص ثاني لكنه على اللي شرحت لي مونودراما الشخص ابو محمد اعتقد انه مونودراما الفقير اللي صوروه ونشروا صورته وكسبوا من وراه فلوس هذا مشهد لا اذكر انه مونودراما ما كانت مونولوج ما كان في شخصيه ثانيه طيب ما في شخصيه لا انت مونودراما وانا ما كان في دورك انا ترى ناسي ابراهيم مشكله التوجيه التقنيه التقنيه اعتقد مونودراما المونودراما ممثل واحد شخص يطلع على المسرح ممكن يدخل صوت من برا مثلا صوت زي مثلا صوت مذياع صوت تعليق داخلي صوت سجان مثلا هو سجين فهمت اللي اقصده لكنه ما يمثله ما يؤدي دور ثاني حتى لو ادى دور ثاني انه مثلا يحكي شغله انه انا رحت وقابلت واحد هو يقلد الشخص الثاني يعني ما يؤدي دوره فهمت اللي اقصده هي مسرحيه الممثل واحد بالضبط يعني بس انه
انتم لان كان في خلط بين المونودراما والمونولوج فكان لابد نوضح في شغله مهمه يا ابو هشام. معليش انا لابد اذكرها، ترى دور لجنه التحكيم لا توقعونه من السهوله، انا اشوفه كذا يعني، واعتقد زملائي نفس الشيء، ما هو دورهم انهم يجون ويجلسون ويتقهوى ويشوفكم وينتقد وكذا ويمشي، ترى دورنا احنا اللي نشوفه انه يمتد الى التوجيه، احنا جالسين نبني ثقافه حتى للجمهور، وهذا شيء ترى يمكن يعني اعتقد انكم تلاحظون يعني لما نتكلم او نعلق ما نقصد بس الممثل، نقصد حتى الجمهور انه تبنى ثقافه عندهم لنخدم الثقافه المسرحيه ونحاول انها يعني يكون فيه مستوى اعلى للثقافه. غير انه توجيه لكم، غير ان احنا نستفيد يعني في هالشيء، والله فعلا احنا نستفيد لما يؤدي شخص قدامي، انا بعض الاحيان فعلا على قولتهم يوقف شعر جسمي يعني. اذكر مره من المرات كان فيه في الكوميديان، يمكن ما ادري شفتوه ولا لا، اول برنامج اعتقد انه قدم كمسابقات في التمثيل، واحد من الشباب كان بيقدم ستاند اب كوميدي، السلام ورحمه الله، فهو ما قدم ستاند اب كوميدي، قدم مونودراما، لكنه اداءه كان جدا رائع جدا رائع، ولما خلص قلت له انت اداءك رائع وممتاز وجيد جدا، لكنه ترى مش ستاند اب كوميدي، هذا مونودراما، لكنه الاداء كان جدا رائع، فعلا حسيت ان شعر جسمي وقف من تحكمه في الانتقال من قمه الضحك والهذا الى قمه الماساه، كان اداء جدا رائع. الان الشيء اللي انا اشوفه في البرنامج، يعني انا ما ودي انه يكون عامل ضغط عليكم، لكن الجمهور يتوقع شيء كثير منكم، خصوصا انكم يعني عندكم تجارب، وبالعكس احنا يعني مبسوطين ان احنا مساهمين في البرنامج انه يكون فيه ان شاء الله شيء مفيد للجمهور ومفيد لنا احنا، يعني اكيد كل واحد يجرب في اي تجربه حتى لو كانت تجربه ما هي كويسه او فاشله، اكيد انه يستفيد منها، يعني تثري خبرته وتثري تجربته. طبعا للامانه انا لما اشوف المسرحيات اللي اخرجتها اول شيء، يمكن ابو حمزه يذكر بعضها، ابو عبد المحسن، لما اشوفها الان اشوف فيها اخطاء كثيره جد، يعني اشوف فيها اخطاء كثيره، فالواحد يتعلم. المسرح كثير من الاكاديميين في المسرح لما يطبقون ما يشتغلون شغل كويس، يعني ما هو اي واحد درس مسرح يكون تطبيقه او اخراجه على مستوى عالي، وهذا يكون تجربته وتطبيقه للشغلات هذه يكون فيها خلل. المسرح انا بالنسبه لي اشوف ان المسرح احساس، المسرح تاثير، متى ما استطعت انك تؤثر في الجمهور خلاص انت وصلت اللي تبيه. طبعا المسرح تعرفون انه محاكاه للواقع، المسرحيه يعني غالبا تسمى محاكاه، انك تحاكي الشيء الحياه الحقيقيه وتحاول انك تحاكيها في المسرح، اي تعيش الدور، تعيش الاحداث، تنقل شيء. المسرح طبعا ترى منبر مهم جدا 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 في تغيير السلوك، في تغيير في غرس القيم، في تقويم المجتمع اذا كان في خلل او شيء معين، في اثاره الشعوب، يعني زي مثلا مذهب بريخت اللي هو المسرح الملحمي، كان يعني يثير الشارع، لما يقدم مسرحيه الجمهور يبدا يثور على الوضع اللي يستطيع المخرج او مقدم العرض انه يبثه في الجمهور. اللي حصل ولا قطع كلامك، اللي حصل قبل ايام يوم مثلوا مسرحيه في مثلوا مسرحيه انهم على انهم داعش وكذا وقطعوا النشيد الوطني، فقام الجمهور وكمل النشيد الوطني، كل الجمهور قام كمل النشيد الوطني. ما ادري انا ما شفت عبد الرحيم، بس انه فالمقطع انتشر. ايه المسرح اذا 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 ما قدم شيء يؤثر في الجمهور، انا في رايي انه في خلل كبير. ايه سؤال، المسرح ممثلين المسرح هل هم نفس الاشخاص اللي يمثلون خلف الكاميرات ويقدر يمثل خلف الكاميرات، والعكس كذلك بعد من حقين خلف الكاميرات هل يقدرون يمثلون مسرح؟ هذا سؤال ودي
هو الممثل المسرحي غالبا الممثل المسرحي مو بيعني تحيز المسرح لكنه غالبا من السهولة عليه أن يمثل للتلفزيون أنه يقدم أنه يقدم يصير مقدم تلفزيوني يصير ملقي للشعر أو المسرح دائما يطلق عليه أبو الفنون لأنه يجمع أكثر من فن خاصة الفنون الأدائية بشكل عام. في شغلة ما أدري أنتم الممثلين السوريين ممثلين السوريين ممثلين الدراما السورية إلى وقت قريب كانوا يشوفون أنه عيب عليهم أنهم يمثلون في التلفزيون. ما أدري يمكن أبو هشام يعرف الشغلة هذه أو الشباب اللي عندهم كانوا يعني اللي هم الفنانين السوريين اللي نشوفهم بالضبط كانوا يؤيدون المسرح ويشوفون أنه عيب أي واحد يروح يمثل في الدراما التلفزيونية. ليه؟ لأنه يشوفون أنه يبيع فنه والفن أقدس من أنه كذا يشوفونه. لين بدأت الأمور ما توفي معهم فانطلقوا وفتحوا بحري على قولتهم. حقين الكاميرا هل مسرحي ولا لا؟ ممكن هو كأداء أنا أشوف أنه ممكن لكنه مواجهة الجمهور فيها شوي يعني. أنا من وجهة نظري أي ممثل مسرحي من السهولة أن يمثل للتلفزيون بينما العكس ممكن يكون صعب شوي. أنا صراحة أن الكاميرا عندي أخذ جوي صح لكن في المسرح لموقت على المسرح اللي عندكم أي عند الشباب والله صراحة وتحمس معهم في أول ششت إيه طرت له شوي يعني ما أعرف أساسيات المسرح حد يوم ركب صيفية من زمان إيه وانقطعت عنها لا هو لبدأت الشباب أول شيء قالوا ضحوا حميد أول المسرح كفن درامي فيه ميزة المسرح ما أدري من اللي يعرفها يا شباب فيه ميزة تميز المسرح عن باقي الشغلات الدرامية اللي هو التلفزيون أنا أقول تفضل توقع اللي هو الصدى اللي يطلع لك من الجمهور المردود أنت لما تقول مثلا أفيه أو تعطي معلومة معينة تأثر على الناس تلقاها من الجمهور إيه بالضبط هو أسرع ردة فعل للجمهور في الأداء المسرحي أسرع شيء يعني الآن حتى لو تشوفون مثلا تويتر اليوتيوب الدراما التلفزيونية الشغلات أسرع ردة فعل لما تقدمه هو في المسرح تشوفها قدامك يعني ممكن يرمونك بالطماط والبقال يعني ردة فعل تقبلها يعني في الأجمل في الأعجاب في جزئية أعجاب ومن الحب ما قتل في جزئية أهم منها مو أهم يعني أحسها فيها متعة أكثر لما تبدأ تأخذ ردة فعل الجمهور وتحس إنه فعلا أتفاعل معك إذا فينا حسيت فيه تفاعل في لحظة مرة متعة إنك تنزل للجمهور إنك تترك الستيج نفس المسرح تترك المسرح وتأدي داخل مثلا تكسر الحاجز الرابع هو أهم شيء وهو فيه متعة هو طبعا هل هذا يعتبر المسرح معاناة يعني يذكرون الشباب اللي اشتغلنا في المعاناة يعني أنت تعاني اللحظة اللي أنت تحس فيها بالمتعة الحقيقية لما تعرض قدام الجمهور ولا قبلها معاناة طويلة في البروفات المخرج لما يكون ثقيل زي بعض المخرجين اللي تعامل معهم أبو عبد المحسن ويخليهم ينامون في المسرح أبو عبد المحسن ترى لنا تجارب حتى خارج المملكة يعني مغامرات مع المسرح يعطينا مغامرات هذه بالدمس لا فعلا اذكر في مسرحية قدمتها مع جامعة ام القرى الى اخر انا قدمتها مع عبد العزيز الوابري الى اخر بروفة وانا ماني راضي عن ادائي يعني كذا لسه بعد ما استمخيت مع الاداء ف يعني قبل لا ينزل قبل لا يجي دوري انا في التسبيح وتهليل ابو يا ربي الله يجيب العواقب سلم الله يخارجنا سبحان الله يوم نزلت على المسرح تغير الكلام هذا تماما اصلا يوم تنزل يبدا الجمهور يصفق لك هذه الوحده خلاص الوحده باور خلاص ايش الجو طبعا قرب قرب الفريق من بعضه شيء مهم جدا صح ان المخرج هو قائد العرض وهو المسؤول الاول عن العرض وهو اللي نجح العرض فيجير في البدايه له وان فشل العرض فهو الملام الاول له
لكن قرب المخرج من الممثلين شيء مهم جدا، من الممثلين، من الفريق كامل، الديكور، المؤلف طبعا في البداية يجلس مع المؤلف يناقشه ويشوف، فعامل مهم جدا 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 في نجاح العرض المسرحي. أنا ودي بس أسأل سؤال معليش، لأنه كذا عناصر العرض المسرحي أتوقع تكلمتوا فيها أو دردشتوا فيها أو كذا، أنا ودي أعرف العناصر الرئيسية للعرض المسرحي اللي ما يتم العرض إلا فيها. طبعا عناصر المسرح كثيرة بس فيها عناصر ما يتم العرض المسرحي إلا بها، يعني أنت ممكن تأدي بدون مخرج، ممكن تأدي بدون مكياج، وهذه كلها عناصر المسرح، لكن فيها عناصر لا يتم العرض إلا فيها. إيش هي؟ المسرح، النص، وجود المسرح والخشبة، الممثل، الجمهور، قلناها ايش؟ الجمهور عفوا، الصوت، لا الجمهور مو ضروري، الجمهور، الجمهور، الجمهور ضروري، النص تشمل هذه العناصر الاربعه، العناصر الرئيسيه والاساسيه لاي مسرحيه هذه. لا يتم اي عرض بدون نص، والنص طبعا يشمل الفكرة، يشمل المعالجة الدرامية، الشغلات هذه، والممثلين، يعني الممثل ترى يعني أهم من المخرج كعنصر يعني من عناصر المسرح، والخشبة، المكان اللي يؤدى، سواء الخشبة ممكن مسرح شارع زي اللي قدمه الشباب في الجامعة هو يقدمونه الآن، أو أنها عادة بحسب المسرح اللي هو العلبة، المسرح العلبة أو مسرح الشارع أو مسرح الغرفة أو whatever، والجمهور طبعا، الجمهور اللي يقدم لهم المسرح. سؤالي بمسلم. تفضل. سؤالي شخصي لك. تفضل. دائما تميل للمسرحيات الملحمية، وش السر في الموضوع؟ ايش؟ ملحمية. للمسرحيات الملحمية. أنا متأثر ببرختها. برختي. لا لا قاش. والله شوف ال أنا بالنسبة لي أنا ما أعرف أشتغل بدون ما أتحمس، يعني ما أعرف، ويمكن أنت تذكر يعني ما أميل للمسرح العبثي أو ما أميل له. أنا أؤيد أن المسرح لابد أن تقدم رسالة، إذا ما تأثر في الجمهور وتقدم رسالة تغير في الجمهور، أشوف أني ما راح يكون عندي ذاك الحماس. وجربت أني أشتغل عروض ما فيها، يعني اشتغلتها مو يعني اشتغلت عروض، وبالنسبة لي الآن لما أذكرها ما أحب أعيد التجربة، لأنها ما أميل لها كثير. يعني أحب يمكن تذكر المسرحيات، لو تشوف عناوين المسرحيات يمكن تذكرها. أول مسرحية كانت أعتقد حي على الجهاد، هذا كان يعني صار فيها ضجة كبيرة، كانت أول مسرحية قدمتها، وسبحان الله قدمت يعني العرض كان يوم أذكر السبت أو الأحد، وكان أول مباشرة لي في عمل، أول وظيفة لي بعد ما تخرجت من الكلية كان يوم نفس اليوم، فكانت حي على الجهاد، وكانت يعني عن سقوط الأندلس، سقوط الأندلس. وأذكر العرض في التقييم أخذ 20 من 20، كان أول عرض أقدمه، ولما شفته برضو فيه أخطاء كثيرة، يعني إخراجيا وأشياء كثيرة. بعدها أعتقد ما أدري تذكر يا أبو، بعدها أعتقد المعتقل، وبعدها قدمنا السفينة، كانت كلها مع كلية الصيدلة، وبعد كذا قدمنا متحف الشمع. أنا أذكر أنسى بعض العروض يعني في الإخراج، لكنه أي تجربة إخراجية فعلا الواحد يحس أنه استفاد شيء جديد. تفضل أبو هشام. أبو حمزة ترى ما أحب الأسئلة الشخصية. لا انت تسأل، لا انت عارف كل شيء، الله يجزاك خير. عاد يا استاذ ما هي نصيحتك لنا يعني؟ معليش تراني امزح، اي سؤال شخصي او في التجربه ترى ما عندي مشكله، بالعكس احب امدح نفسي انا ترى. واللي يمدحني ترى في التقييم. لا لا امزح والله، تحشرنا اشتاق لك. يعني هل تنصحنا ان احنا نستخدم المسرحيات الرمزيه ونستخدم يعني استخدام المباشر العرض، ولا تنصحنا ان احنا نقدم رساله متكامله طلع بمشاهد واضحه وصريحه وما تحتاجش
رمزية ويعني إيحاء هكذا واحد زائد واحد يساوي اثنين ولا نقول واحد زائد نص زائد ربع يعني وان أبو هشام أنت تسألني كرأي شخصي ولا كحكم؟ لا والله جدت من طيب أتسني عن رأي شخصي طبعا يختلف عن التحكيم لأن التحكيم أنا ما أبي أقيدكم شيء لكن المباشرة في المسرح المباشرة الصريحة في المسرح أنا أشوف أنها ما هي مسرح المباشرة يعني لما تجي وش قدمت أنت وش تركت للجمهور أنت لما تقدم شيء أنت لابد تحترم عقلية الجمهور يعني حتى لو كان جمهورك مثلا أنت تشوف أنه مستوى الثقافي منخفض لا تنخفض أنت بالعكس حاول أن الجمهور يصعد لك شوي فهمت اللي أقصده فالمباشرة اللي مباشرة مرة ما حد يحبها في المسرح مو أنا بس الحالي لكنه أنا بالنسبة لي برضو الرمزية اللي مرة بعيدة وعميقة أنا ما أحبها أنا يمكن يذكر أبو حمزة أنا أحب الشيء اللي قريب للواقع يفهم من الجمهور أنا أحرص أن جمهوري لما يجي الشخص البسيط واللي ثقافته بسيطة ينبسط ويستفيد الشخص اللي ثقافته متوسطة ومستوى ثقافي متوسط يستفيد ويرتاح لما يطلع من العرض والنخبة برضو يطلع لهم شغلة شغلتين يعني أنا عن نفسي طريقتي في الإخراج أو في تجربتي في الإخراج أحاول أنه لما أشتغل عرض يكون العرض ممتع لي أنا وممتع للشباب الموجودين وممتع للجمهور واترك مثلا شغلتين ثلاث أربع لوحة كذا ممكن تسميها أن المخرج يستعرض عضلاته فيها لأني تراني فاهم مسرح وأعرف وأقدر أسوي مسرح نخبوي في شغلة معينة وتلقاك تحرص عليها جدا يعني يمكن يذكر أبو عبد المحسن والشباب تلقى يعني في البروفات نعيدها أكثر من مرة وتحرص أنها تتم صح لأنه أي خطأ فيها يكسر رمزيتها ويستهجن من الجمهور يعني تصير اللوحة اللي قدمتها مستهجنة فأنت كمخرج لابد أنك تحافظ على الخيط الرفيع بينك وبين الجمهور شغلة مهمة جدا